لسه متواصلين برضو في فقراتنا لهذا اليوم، وفقراتنا الجاية مع نجم مجتمع حنشوف هذا الفيديو عشان نتعرف عليه من خلاله. يا لطيف يا الله يا رب، بسم الله يا ستح يا عليم يا ستح يا كريم يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله خير خير يا أخينا، خير إن شاء الله خير. العربية ما لا خير خير ما لا العربية، لا حول ولا قوة إلا بالله. بالراحة. البطارية كيف؟ لا كويسة. الزيت كيف؟ تمام. الصباعات كيف؟ كويسة جدا. طيب ماله؟ بس الظاهر في مشكلة في الكهرباء، عملت ارعر كده رطرطت يعني. اي دفرة دفرة؟ ده شغل دفرة. اقفل اقفل الكبوت، اقفل 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 الكبوت، اقفل اقفل اقفل. اركب انا بليز لك اركب. كويس. لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي. اسمع. اي خليها تدفي شوية. ها كويس كويس. ما تدفك راح طوالي. كويس. يلا بسم الله بسم الله. خليها تدفك حبة. شوف انا ها فضيها. خليها تمشي. ايوه ايوه ها اروح امشي. بس امشي 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 امشي. ربنا يوفقك. امشي كتر خيرك يا اخي، اديك العافيه. وب علينا يا بنات امي وب علي. انا الهميم ده كان ما قتلني اصله ما برتاح. اقول لضيفاتي جايين امشي جيب العيش اختي زقدر ده. لحو بسم الله. سميرة كيف الهميم؟ ساعه يا الهميم غاتز عشان تجيب العيش وجيني مدلل لدينك؟ بالراحة يا سميرة، العيش اللي جيته خلص. يعني العيش كان قدامك وكمل؟ لا لا لا، أنا ما مشيت مشوار، جيت راجع لقيت العيش خلص. مشوار يا الهمين؟ مشوار؟ بالراحة هقول لك جايين ضيفات. شيل تقول لي مشيت مشوار؟ شيل الصبر شيل الصبر، أحكي لك. أحكي لك؟ تعال تعال أحكي لك. بجي احكي لي الهميم. ارا مشينا يا شيخ. ارا وشوف ارا يا بيت المدام. لما راح مشينا خلينا نخلص يا اخي. اصبر 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 شيل الصبر. اديه مشي ده. جيب يا جيب يا صبر يا اخوانا صبر سنه. يلا يا اخي. يلا اديني 20 ولا مشي ده مشي داي. ولا حاجه انت مشي لي عيشك امشي. يا اخي اخوانا صبر. طيب اديني انا 20 قلت لك. لا لا دقيقه 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 اخوانا، في حاجه كبيره جايه. معليش معليش معليش، ما دي مرة كبيرة كمان يا اخوانا. اي اخوانا، هاي مرة كبيرة يا اخوانا، نحترمها مرة كبيرة يا اخوانا. هاي بياخذ الكلام ده يا اخوانا. كده يا حجة تعالي. اي تعالي تعالي. دايرة بكم؟ دايرة بيدل كلهم. كلهم؟ اي كويس. انت جاي وينو اولادك؟ اولادك اللي بيشيلوا معاكي وينهم؟ انا يا ولدي ما العيش ده مدياه لناس القران لناس الزاوية. الله يعظم اجرك. الله يخليك. الله يعظم اجرك امي انا. طيب ما في زول يشيل معاكي؟ ما بركب الركشه. ركشه؟ تركب الركشه والهميم قاعد؟ لا 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 لا، ركشتي انا ده بر حاجه حاجه. عبي عبي يا ولد عبي ب 50 يا سريع عليك الله. انا ركشتي. وطبعا مشيت وصلتها لحد خلوه القران وجيت راجع لقيت العيش كمل. يا سميره بتبالغي، يعني خلاها تمشي برا ولا كيف؟ ما كانت ركبه ركشه. يا سميره بتاع الركشة سايق بر مرة كبيرة وجنبها عيش ب50، العيش ما بتدفق. عيش بيجاي عيش بيجاي. والله تبقى ملهمين كان ما مشيت وصلتها. قوم عشان جيب العيش. جدا انت بس ما تزعلي شيل الصبر، بجيب العيش من دي قبل دي عشان دي شوي بجيب لك العيش. اصبري جيب العيش. طيب تعرفنا من خلال الفيديو على ضيفنا اليوم الليلة من فقرة نجم مجتمع، هو الأستاذ محمد عبد الله الهميم. صباح الخير عليك. السلام عليكم. السلام. صباح الخير. صباح الخير لكل الشعب السوداني والتيم العامل في البرامج وكل تيم في القناة. ولكم كل سنة وانتم طيبين وصباح الخير. وانت يا رب كل الصحة والسلامة. ممكن اقول انه شخصية الهميم لسه موجودة وقدر شنو نحن محتاجين لها في مجتمعنا السوداني؟ والله نحن محتاجين لها شديد يعني. لانه المجتمع اللي ما بيكون فيه زي الحميم دي بيكون مجتمع يكون فيه التفكك وفيه الخلافات وفيه التجدر مع اخوك وكذا. ونحن محتاجين لانه السودان يصبح دوله فيها موارد بشريه عاليه جدا وفيها اخلاق عاليه وفيها طيبه وفيها محنه. نحن دايرين في كل حله وفي كل بيت وفي كل حاره وفي زي الحميم كده ما نكون محتاجين لاي جهات ثانيه تدعمنا بانه نحن في صلح وفي خلافات في مشاكل وكذا. نعم. فدي واحده من الحاجات اللي نحن قاعدين نكرس لها انه ما تكون في قبليه وما تكون في انه انت من وين وجاي من وين وكذا. في النهايه بس تقديم الخير لاهل الخير. صحيح. يمكن الحاجه بتميزنا نحن كمجتمع سوداني الاصاله والهمه
ويمكن الأشياء اللي بيقدمها الشباب السوداني بشكل عام في كل حتة ما مختصرة فقط اللي هو على منظور أو مفهوم الهمة، ولكن نعم. في جوانب كثيرة شديد. صحيح. نعم. طيب. نعم. إذا دارين نعرف برضو فترة الحاضر وقاعدة البيت خلقت من محمد شخصية تانية ولا ما زال هو الهمة؟ بالضبط. يعني أنا هو يعني سبق وسئلت هذا السؤال وحتى المشاهد ما يقول لنا دي كم إجابة لهذا السؤال يعني. طيب. لكن الحصر بالجد يعني وراني بالضبط إنه معاناة المرأة الأم في البيت السلام. يعني السلام. وحركتها مع الأولاد وحركتها مع خدمتي وخدمة الاتباخة، المهم الأمور اللي بتخلي اليوم من الصباح لغاية الساعة 10 في الليل يعني المرأة السودانية بالعكس، المرأة صحيح. السودانية افترض الراجل يتعامل معها كأنها هي ملكة، لأنها بتعمل أشياء والله فوق تحت البشر يعني. أنا ما قدرت أتحمل الأسبوع الأول الثاني، لكن بعد ذلك اكتشفت إنه المرأة السودانية عموما مرأة طيبة وبالة طويلة وعظيمة وشايلة فوق طاقتها بدون أكيد. أي نعم. تذمر وبدون أي شكية. طيب نعم. الكوميديا مهمة شديد في نقل أشياء كثيرة جدا، والدراما بشكل عام مهمة برضو في مجتمعنا. عندك مخططات في الفترة الجاية أنت عايز تقوم بها في نشاط عملك؟ والله في عندي الحمد لله في الآن نحن في فترة ساعة ورشة لعمل كبير جدا جدا، وإن شاء الله يعني إحنا دائما مرات قاعد تكون الأيام والشهور والتواريخ اعتبارين انه قاعدين يقول لنا انتم برامجكم دائما بتنتجوها مع رمضان، يكون باقي رمضان ثلاث اربع يوم أيوه. بتنتجوا عشان كذا تحسوا انه العمل خطير وكذا. لذلك حسي الان نحن في عمل دؤوب في خلق فكره لمسلسل جديد، والان الان نخش التاريخ من اوسع ابوابه، لانه الثغرات الصغيره يعني هي صح بتخدم الغرض وكذا، لكن في النهايه المسلسلات والاعمال الكبيره الأجزاء الثقل يعني زمان 45 دقيقة 35 دقيقة هي اللي قاعدة تخدم المجتمع وبتكون بتدرس على تاريخ يعني وإرث والعادات والتقاليد السودانية السمحة يعني. والمسلسل ده إن شاء الله نحن طالعين في إنتاجه إننا تاريخ اللحظة حقنا نتكلم فيها يعني. وإن شاء الله لحد رمضان نكون نحن انتجنا المسلسل وعملناه في 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 شكل عمل درامي كبير جدا جدا. واحتمال كبير يعني نتعامل معه بشكل انه ممكن يكون مواسم يعني الموسم الاول والموسم الثاني، وهذه الفكره تكون رائعه. نعم باذن الله. يمكن برضه من الثنائيات الرائعه جمعتك بها او اجتمعت بها جمال حسن سعيد. بالضبط. جمال حسن سعيد طبعا راجل يعني لا يستهان به يعني، راجل فنان وممثل وشاعر ومرهف يعني بجد. نحن لما جينا المسرح كان المسرح صعب شديد جدا يعني، ما بالسهل انت ممكن تعدي على خشوه المسرح يعني، لكن جمال حسن سعيد غامر ونحن كنا قدر المغامره تحت يديا وادانا الثقه، لانه اصلا المسرح القومي كان في صفاح لكبار يعني انت لو ما عندك موهبه ما بيجيك فرصه انك تطلع خشبه وتمثل جمهور وكذا وتذاكر ومسرحيه. ففعلا جمال حتى الاداره كان بتحذروا بانه الشباب دي لو طلعوا شباب يعني موهبتهم ضعيفه وادائهم ضعيف ممكن هم دافل يجروك يعني وكذا. فجمال كان على ثقه بانه قدر يقرا يعني قراءه مستقبليه بانه الشباب دي بيحبوا المسرح، وفي النهايه اي شغله انت بتحبها وبتخلص لها اكيد بتديك يعني. والثقه الاكثر كان جمال قاعد في اختباره اللي هو الموهبه، اكتشف انه الشباب دي يعني كنت هو كابو ومحمود ابو لطيف كابو ومختار زحيد الدعيدي وشخص الضعيف وسهام بدر، كلنا يعني المجموعه دي في بداياتنا كان كنا خايفين بالضبط يعني، لان جمال ادانا مسؤوليه مخيفه اللي هي ثقه الجمهور بجمال وثقه الاداره في المسرح بجمال ومحاضرته وكذا يعني. بس جمال فنان يعني شاري. صحيح. وانتم اكيد لها هذه المسؤولية بإذن الله، وماشيين في خطة ثابتة بحمد الله، وبنتمنى أنه نشوف الدراما السودانية في أعلى مراتب بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله نوعي كل المشاهدين بأنه نحن مقبلين إن شاء الله لعام جديد 2020 في نصف كده هنعمل أعمال إن شاء الله، لأنه أفضل المرحلة الجاية كلها مرحلة بتاعت طرح لأفكار وثقافات وعادات وتقاليد وإرث
لكل شعب السوداني من كل قبائله المختلفه وطوائفه. ومكلفين علينا ان نقوم نعمل عمل يجمع كل الولايات يعني كل السودان يعني ان شاء الله من الشريف من الغرب من الجنوب من الشمال من الوسط كل الفنانين ديل في مناطقهم المختلفه ديل نجمعهم في عمل واحد باعتبار انه نشوف شكل العالم السوداني على كرامه كيف ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا المبدع الرائع محمد عبد الله الهميم، كنت ضيف معنا عبر فقره نجم مجتمع. شكرا جزيلا.